الشعبية استاد الجنوب الذي يستضيف أحداث هذه المواجهة في إطار دوري جديد، الاسم جديد، كل شيء جديد في موسم يعتبر مليء بالتنافس. دليلا على ذلك أن أم صلال حقق الانتصار على حساب النادي العربي في الدقائق الأخيرة من حسابات هذه الجولة. دوري نجوم إكسبو لموسم 23-24 2023-2024. ومن الجولة الثانية، نعم الوكرة عليهم نسيان من خلال الجولة الأولى بنتيجة 3-0 كانت أمام نادي معادر في مباراة كانت جميلة تعتبر للوكرة، في مباراة كانت مثيرة تعتبر للوكرة من خلال الجولة الأولى. ضلية لمن ستكون عبر هذا اللقاء من شوط الأول، شوط أول من يكون أفضل، كرة عالية براس ويدا الشوط الأول. هذه الكرة بالراس ماتياس ناني ليحمل إشارة القيادة. بالمناسبة ماتياس ناني واحد من اللاعبين الشباب، نعم ماتي، أو يحتاج لوقت كثير بأن يسجل أو سيسجل عليه نادي الوكرة. سنتابع في هذا اللقاء من سيسجل أول، من سيسجل أول، هو 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 اللي سجل أول، هو لأنه سجل في المباراة الأولى، يعود للتسجيل في الجولة الثانية. علي علوان، تونا نتحدث عن تألق اللاعبين الأردنيين، يظهر واحد أردني من نجوم كرة القدم الأردنية القادمة وبقوة. علي علوان يضع الهدف الأول يا عمر. الأولى كان 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 أداء جيد، وكانت طريقة جيدة في إبعاد كرة لوكاس سنسباري يا عمر. في هذه الكرة الثانية خروج خاطئ، توقع للكرة كان خاطئ، توقع لمسار الكرة كان خاطئ، والرابح الأكبر هو علي علوان، والرابح الأكبر علوان يسجل ثانية الوكرة وليس للشمال في اللقطة الماضية، لكن حكم المباراة احتسبها كان للشمال ولعبت بكرة سريعة، ومن ثم حدث اللي حدث وصار اللي صار، والشمال تقدم عبر نتيجة المباراة. والشوط أول يبدو شمالي، شوط أول يبدو شمالي خالص، شوط أول يبدو أحمر كامل، شوط أول يبدو غياب تام لأهل الجنوب. الشمال بلعبة بالراس كانت خطيرة. المرمى عمير عبد الله السيد، لوكاس مندس، سنسبيري لوكاس، عمر صلاح، رابح يحيى، حمدي فتحي، أيوب عسال، مراد ناجي. التعادل، التعادل، لكن راية 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 موجودة. هدف جاسيل ودالا يلغى، هذا سرعان ما يأتي الهدف ويلغى في نفس التوقيت. شوف شوف الكرة، شوف الكرة، شوف الكرة، تقريبا لا يوجد شيء، تقريبا لا يوجد شيء في الشاشة اللي أراها أمامي، تقريبا لا يوجد شيء. بعد ذلك المتابعة، عودوا للبار، عودوا للبار، عودوا للبار، عودوا للبار. قد تكون عودة الوكرة، قد تكون عودة الوكرة، نعم هي عودة الوكرة بأقدام سجل هدف. هل تكون معي؟ لا أعلم. سينسبري أفضل في وسط الملعب من قلب دفاع. كرة تصل مرة أخرى من جديد لعناصر نادي الوكرة. لعبة إلى أمام، بنيطو، بنيطو يتحرك، بنيطو، عسال، 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 باباكر. هذه الكرة الماضية لوكاس مندس، شوف اللعبة، بنيطو ذكية، أيوب بن عسال أو أيوب عسال في اللعبة الماضية على طول، لكن بابا كرسيك، بابا كرسيك يخرج في اللعبة الماضية ويمنع الكرة في اللقطة الماضية، يمنع الكرة من العبور ويمنع الكرة من... تأتي ركلة الجزاء لنادي الشمال. شوف اللعبة، العودة للكرة، عودة للخط الخلفي، خطفها وسقط، خطفها وسقط لوكاس مينديز أمام الخبرة ماجد محمد في اللقطة الماضية. الخبرة ريكاردو غوميز على هذه الكرة، غوميز، 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 جول، 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 هدف ياتي، هدف ياتي، هدف ياتي لنادي الشمال. ثنائية، وأي ثنائية، ثنائية، وأي ثنائية،
قوية جدا يا ريكاردو يا غوميز، هدف يعني ثلاث نقاط ثمينة، هدف يعني. ومع 12 دقيقة وقت بدل للضائع عبر مجريات هذا اللقاء، إذا أتى هدف التعادل، إذا أتت ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء نعم، وإذا هدف الوكرة وإنه أخذ من جديد، بينياتو جول، بينياتو جول، بينياتو جول، عاد الوكرة إليكم من جديد، عاد الوكرة مرة أخرى عبر نتيجة المباراة، وعدنا إلى نقطة البداية. كل ما نقول انتهينا، كل ما نقول انتهينا، تأتي أخبار جديدة، كل ما نقول قضينا يأتي خبر آخر، يأتي خبر سعيد، وبنياتو هو السعيد بتسجيل ثاني أهدافه في بطولة الدوري من علامة الجزاء، وهدف التعادل لنادي الوكرة، هدف التعادل. وتعتبر الضربة القاضية، تعتبر الضربة القاضية. كرة ترسل لعالية إلى الأمام، ومن ثم عمير يبعد الكرة الماضية، ومن ثم خطأ موجود، خطأ موجود. توقعنا النهاية وها هي النهاية. نعم أيها السيدات والسادة متابعي قنوات الكاس الكرام، أينما كنتم وأينما تواجدتم، تعادل أي نعم عبر هذا اللقاء، لكن صراحة استمتعنا بمجريات هذه المباراة ما بين الجنوب وما بين الشمال. معركة كانت في استاد الجنوب في الجولة الثانية ومن ختام الجولة الثانية.